يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نعناع. النهارده هنعمل باستا بصوص الطماطم فدنا ارابياتا، حاجه في منتهى البساطه تاخد معانا 7 دقايق بالكتير قوي، وبعد كده هنعمل ميلك شيك الموز بالشوكولاته. المكونات اللي عندي، عندنا شويه باستا اي نوع بنحبه، عندي طماطم كونكاسيه، عندي شويه من قرون الفلفل، عندي ريحان، عندي صلصه، عندي جوز الطيب، توم وملح وفلفل وزيت زيتون. طيب على طول كده الطاسه بتاعتي على النار، انزل بشويه من زيت الزيتون، انزل فيه شويه حلوه من الثوم، وبعد كده هنجيب الفلفل بتاعنا نقطعه ارفع حاجه اقدر عليها. عدي عليه تاني، التوم بتاعنا ابتدى اهو يسيزل. على طول هاخد الفلفل هنزل مع التوم، حلو قوي، ندي تقليبه كده. رشة من فلفل اسود، انا مستني بس ايه الريحة بتاعت التوم كده تطلع وتعدي. هنزل بالصلصة، ليها فرصة تتحمر شوية. نفرد الصلصة كده ونحمرها سوا. نجيب الريحان، ادي الريحان عندي هنا، الطماطم الكونكاسيه دي بالشوكه عايز ابتدي اهرسها شويه. يعني انا مش عايز اضربها في كبة او في حاجه، عشان عايزها يفضل فيها ايه قطعة طماطم كده مع المكرونة. فبنهرس كده اهو، حلو قوي. وعلى طول اهو هنزل بالريحان، معلقة من الملح، فلفل اسود، جوزة الطيب نص معلقة كده مش كتير، وشوية من الريحان ورق زي ما هو. خلاص يبقى عندي الشوية اللي قطعناهم وفرمناهم عشان ينزلوا الزيت بتاعهم يطعموا الصوص، وعندي شوية من الريحان على بعضه كده عشان يفضل زي ما هو. خلاص هنقلب كده كويس قوي. هندي فرصة بس للكلام ده يبتدي يغلي معانا. رشة جوزة الطيب كمان. حلوة قوي. نقدر بقى نسيبها تسبك على حسب احنا بنحب قد ايه، فمن اول كده يا دوبك تقعد لها دقيقتين تسخن كده تغلي هي كده تمام. عايز بقى اسبكها شويه ممكن نسيبها مثلا 15 دقايق بتتسبك كده زي ما هي. ومن هنا هنزل بالباستا،
ندي تقليبة كويسة. حلو قوي. طبق التقديم وعلى طول ننزل بالباستا بتاعتنا. نبقى كده عملنا مع بعض بينا ارابياتا او الباستا بصلصه طماطم. خدتش معانا 5 دقايق، قمه في السهوله، مكونات قليله قوي. لو مش عايزين السبايسي ممكن نبدل الفلفل الحامي بفلفل احمر الوان. خلونا نطلع اخطف فاصل سريع روق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض البانا ارابياتا او الباستا بصوص الطماطم. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك الموز بالشوكولاتة. عندي لبن، عندي ايس كريم فانيليا، عندي شوية من الموز، وهنا يا اما بقى صوص شوكولاتة يا اما لو عندنا شوية شوكولاتة ونسيحها. طيب على طول كده هاخد الايس كريم ننزل بالايس كريم. هنزل بالموز. صوص الشوكولاتة. واخيرا هننزل بلبن. هننزل بشوية لبن في الأول وبعد كده لو احتاجنا هننزل بالباقي. ونضرب. حلو قوي. كاسات التقديم ننزل بصوص الشوكولاتة. لفة كمان على طول نشلي مهاتنا ونبقى عملنا ميلك شيك الموز بالشوكولاتة وعملناه مع البانا ارابياتا او الباستا بصوص الطماطم. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.